قالوا عنه حاجات كتير، خطأ في المكياج جعله يفقد بصره، رحل مفلسا وتعالج على نفقة الدولة. كل هذه الأخبار أغضبت نجله أيمن فؤاد أحمد، وقرر يروي الحقيقة التي صدمت المتابعين. تعالوا معنا نعرف إيه الحكاية. ابن الفنان الراحل فؤاد أحمد يكشف حقيقة الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا عن والده. وقال أيمن فؤاد أحمد: قرأت العديد من الأخبار المغلوطة عن والدي، ومنها ما أثار غضبي كثيرا، ولعل أبرزها أنه رحل مفلسا، حتى وصل به الحال إلى أنه كاد يبيع أساس منزله، وكان يقرأ القرآن في المقابر للحصول على قوت يومه، وهذا كذب وافتراء. فحينما كنت أقيم في هولندا جاء لتلقي العلاج على نفقته الخاصة وليس على نفقة الدولة كما أشيع، وبعدها أجرى جراحة في عينيه في أمريكا أيضا على نفقته الخاصة. في الأيام الأخيرة من حياته كنت أؤدي العمرة وأحضرت له ماء زمزم وظل يشرب منه حتى رحيله، وتم تغسيل جثمانه بماء زمزم وأنا من غسلته بيدي، أي أنه لم يكن وحيدا كما قيل. لا أنكر أنه فقد بصره بنسبة كبيرة، وحتى أثناء عروض مسرحية علشان خاطر عيونك فقد بدأ وقتها في فقدان بصره، ولكنه استطاع أن يعالج الأمر مؤقتا. وربما يعرف كثيرون أن فقدان بصره كان بسبب عمل مكياج خاطئ لدور هامان في مسلسل محمد رسول الله، وكان يستحم بالبنزين والجاز ليتخلص منه بعد التصوير، وكنت أعترض أنا وأمي على هذا الأمر، ولكنه كان يصر على ذلك حتى يقدم الدور بشكل صادق، وهو ما أدى إلى حدوث ضمور في العصب البصري وعالجه إلى حد ما، ثم فقد بصره بنسبة 70% قبل رحيله. قدم الفنان فؤاد أحمد الشهير بحمودة الأعور الشخصية التي لعبها في فيلم المشبوه وغيرها من الأعمال الفنية، مستمتعا بدور الشرير في معظمها. خمسة باب، خلي بالك من عقلك، القطار، مسرحية علشان خاطر عيونك، وغيرها من الأعمال المسرحية والدرامية. يحكي ابنه أيمن فؤاد أحمد في حوار عن والده في برنامج مصر جميلة عام 2015 أنه كان يهتم بالأعمال الفنية والأدوار بشكل كبير، فحين يأتي له دور كان البيت يصبح في حال التأهب، فكانت والدته تقوم معه بتصميم الملابس على الورق ثم تنفذها، ويشاركنا في اختيار تناسق الألوان، مضيفا أنه كان يستغرق من والده مجهود ذهني كبير، وكانوا بمثابة فريق عمل له في المنزل. وعن دوره في مسلسل محمد رسول الله قال ابنه أنه كان يستلزم تسجيل المسلسل بصوته، فكان يستعين بأحد من الأسرة في لعب الدور المقابل له، فكان يقوم ببروفات في المنزل، وكان يسمع أدواره في مكان منعزل من البيت. وعن فقد بصره أشار أيمن إلى أن الفنان فؤاد أحمد كان يصر على عمل مكياجه بنفسه، خاصة في دور هامان في مسلسل محمد رسول الله، مستخدما ألوان الزيت ويقوم بإزالته عن طريق الاستحمام بالبنزين والجاز، مستغرقا ساعات طويلة، وتكرار ذلك هو ما أثر على حالته الصحية وجعله يصاب بالعمى، ولكنه شفي منه في أواخر أيامه. وجاء تعليق والده على واقعة فقدان بصره بهذه الكلمات اللي اتحط على الشريط: لا يمكن حد يقدر يشيله. كما أوضح أيمن فؤاد أن الأسرة كانت تستمتع بحضور اللحظات الأولى من تكوين الشخصيات التي كان يلعبها، وتعلم منه الجدية والإخلاص، وأن الفنان يجب أن يكون صاحب رسالة في أعماله. رحمة الله على الفنان الراحل فؤاد أحمد. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحيات أسرة ثقافة ومعلومة. تابعونا